السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بهذا الفيديو رح ناخد درس رياضيات للصف الثاني ماتيماتيك كي صنف وصلنا عند الدرس الأخير ب باش نجي صناعي باش نجي إيميتي نتوقع هنا باش أخر درس اللي هو برا لا يعني نقودنا أول درس عنا أبي بهذا البحث هو كروش في اللي بيرينينين هذا انتو اخدينو كمان سين ماضي اخدتو القرش هدولي طبعا انا البير كروش والكي قروش والبيش قرش والاون قرش واليرمي بيش قرش واللي قرش والبير تيالي بير ليرة يعني بعدين عندنا هون بيش ليرة اون ليرة يرمي ليرة الي ليرة يوز ليرة اكيوز ليرة ممكن هي ما اخدتوها بصف الاول ممكن الباقي كله اخدينو إذا البير كروش إذا البير ليرة يوز كروش البير ليرة يوز كروش تمام أو منقول البير ليرة هون كاتب لكم يعني البير ليرة يوز كروش أو البير ليرة يرمي يرمي, يرمي باش كروش يرمي من الباش كروش يعني إذا بده باش كروش باش فوق بعضهم بده يرمي تاني من الباش كروش لحتى يصيروا بير ليرة إذا بده أون 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 بده اون تانا من الاون بدي اسوي يوز كرش يعني هدول مجموعهم يوز كورش تمام وهدول نفس الشيء مجموع يوز كرش هدول كمان يوز كرش يرمي بيش يرمي بيش يرمي بيش يرمي بيش يرمي بيش, 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 بيش اذا يوز كرش كمان يوز كرش حتى يسووا بير اذا بير هي دور تاني من يرمي بيش كوروش. او بقول بيرليرا هي اكيتاني من الاليكولوش اكيتاني من الاليكولوش ممكن نقول بيرتانا من الاليكولوش وبيتانا واكيتانا من اليرمي بيش كولوش بصير ممكن احنا نوصل البيرليرا باكثر من طريقة أه مسائل كلها سهلة معظمها سهل نحن بس حفظنا شو هذا بي هاي 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 الرسمي للبير كروش هاي بيش كروش اون كروش اه يرمي بيش كروش ال كروش بير ليرة بيش ليرا اون ليرا يرمي ليرة وفي عندي آه اللي ويوز ويكيوز ليرا بدنا نحفظ الموضوع نحفظ شكله هون عندي الت مش ليرا ايو عندي هون الت مش ليرا هون عندي اللي وأون الت مش اذا نوصل هي لهون هون عندي كرك بيش كرك بيش وينها هون عندي يرمي يرمي كرك وبيش كرك بيش اذا نوصل هي لهون هون عندي يرمي بير اون وأون يرمي وبير ليرة يرمي بير هون لهون هون عندي بير ليرة بنوصلها هاي لهون طيب هون عم يقول لي هون عم يقول لي آه شو بيحسن شو بنحسن نشتري بهالمصاري المصاري هاي شوف آه هون عندي الليرة اللي ليرة الشنطة ما بحسن اشتري الشنطة هي مش بيش سعرة تمام آه هون عندي البيري هاي اسمها بيري اذن هاي بي ري هاي ات ك لفافي هاي كو لاك لك, لك يعني السماعات هون عندي تشانطة تمام مشان نعرف نكتبون إذا باللي ليرة شو بحسن اشتري بحسن اشتري بيري واتك مثلا بيري بيري اتك شو بحسن اشتري كمان إذا بدي أو بيري وكولاكلك بيري يرمي اتش كولاكلك اونيكي اتوز اتوز بيش بصير أنا يعني عندي إلي ليرة تمام إذا بيري وشو كو لاك لك شو بحسن اشتري كمان اذا بيري واتكو وبيري وكلاك لك وبحسن اشتري الأتك وكولاك لك مع بعض بصير أتك, أتك كو كولاك لك بصير غير هيك ما بحسن اشتري شيء شنطة قلنا ما بنحسن قرب يما هون نحسن اشتري شنطة اللي ويرمي اللي ويرمي يتمش وأون سيكسن اذا هون عندي سيكسن لير بحسن اشتري شنطة شنطة وبحسن اشتري ااا أه بحسن اشتري هون عندي بحسن اشتري هدول نفسهم اللي حكينا عليهم هون بصير كمان يعني بحسن اشتري بيري بيري بحسن اشتريهم كلتهم مع بعضهم atkı atkı kulaklık kulak bak şimdi tekrar 23 17 30 40 12 52 هسه هو هسه بضل عندنا كثير مصاري، إذا نشتري إذا يا نشتري بنشتري هدول كلياتهم إذا بدنا أو نشتري شنطة لحالها. أه هون عندي كرك ليرة نفسهم هدول نفسهم لأنه ما راح يختلف شيء كثير بين الكرك ليرة وبين ال بين اللي اذا بنكتب نفسهم بيري بيري ات ك هون في أ نسيانه انا ات ك او بيري الطاقيه و لك او او ات ك كولاك نك تمام ان شاء الله تعالى يكون واضح هون تمام ان شاء الله يكون واضح هذا هو الدرس كثير بسيط وكثير امره بسيط هلا انا شايف الوقت لساته قصير نروح على اللي بعده شوفوا اللي بعده كمان سهل اللي بعده سهل المقارنه بين المصاري مثل المقارنه بين العدد بقول لك البيش اكثر ولا اليد بتقول اليد مثلا اما لما بيكون عندي الصي من اكي رقم مثلا هلا راح نضرب مثال لا اله الا الله مثلا لو انا جيت لعنده قلت لك اون بيش ويرميوتش مين اكبر؟ شو بسوي؟ بطلع ما بطلع البيرلير بصمك، بطلع الاونار بصمك لحتى اعمل كارش لاشتر ترما مقارنه بطلع الاونار بصمك، هاي اونلار قد اي وهاي هاي اونلارا بير إذا معناتها الإكي أكبر من البير وبالتالي هي أكبر هي إشارة الأكبر هيك إذا لير أكبر من الأم ولو كان البيرير أكبر من البيرير هذا هاد لا ما له علاقة بالبيرير بطلع على الأونار طيب إذا جينا طلعنا على الأونار يرمي يدي مثلا ويرمي ألطي جينا طلعنا على الأونار لقيناهم مثل بعضهم وقتها وقتا بنطلع على البرير لان الاونار مثل بعضهم بنطلع على البرير هون عندي يدي هون عندي ألطة يدي اكبر من التي وبالتالي يرمي يدي اكبر من اللي يرمي التي بهي الطريقة هي كمان امر كتير بسيط هون عندي داملانن هاي داملا فراغ ليرة ليريا ليريا احتياجي فاردر هون عنده شو بدي اشتري تمام شو بدي اشتري شو مطلوب منا هي قائمة المطلوبات نعمل لهم نشوف شقد بدا صفر 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 و الت الت اذن الت اللي رايح هني حاطينه كادير قادير شقد بدو كمان بنعمل طبلما صفر 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 و الت هون عندي دور تو باش و باش اذن مش الت هي بدا الي هي بدا هذا بدو الت مش الت كادرينين دان كادرين داملا دان قدير اكتر من 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 داملا ليرا فازلة براي احتياج باردر اذا اش اكتر من قدير اش بدو اكتر من داملا منقول alt مش الت اكسي اللي الت اش بصير معنا الت راح الت يضل صفر الت راح بيش ضل بير اذا اون ليرا اون ليرا فازلة براي احتياج تمام منروح اللي بعدها هون عم يقول لي أشر لي على إن يوكسيك ايه عفوا إن دوشوك إن دوشوك أقل واحد أو أرخص شيء إن دوشوك هون عندي قلنا بنطلع على الأونلاين بصمك هون عندي يدي هون عندي ألط هون عندي سكيز مين أقل واحد إن دوشوك مين أقل واحد بيناتهم ألط إذا إن دوشوك بوينز تمام من بوي إذا أرخص شيء هاد الواحد هذا طيب هون نفس السؤال بس ان يوكسيك ان يوكسيك اعلى شيء اعلى شيء وشو بسوي بس على الاونار بس هون عندي دقوس هون عندي كي هون عندي بير مين اعلى شيء الدقوس اذا الدقوس من لون ها الدقوس ليش لان الاونار الأونار بس تبعه اكبر شيء الاونار بس تبعه اكبر شيء الطريقة هي الطريقة هاي بكون خلص هذا الدرس كمان طيب نروح على اللي بعده كمان لاقي هسه الوقت ساعته قصير بنحل هدول بنحل هدول طيب. هون عندي مسائل بدي احلها انا على على المصاري كمان كتير سهلين هون عندي حصالي كومبرا عم يسالني هاي الكومبرا للنيل نيل جون نيل جون كومبرا سندا كومبرا سندا كاتش ايش فيها المصاري شوفو هون عندي اه يرمي تمام هون عندي يرمي هون عندي اون هون عندي بيش اون أم بيش هون عندي أم بيش تمام نجمعن بيش وكيو بير اتش و اتش و دورت اذا كرت بيش تالي تمام ليرة يعني ترك براسي ترك ليرة عفوا كومبارسي اه كومبارسين داكي كومبارا داكي بارى ديري ان ان بوك هون اكبر شيء موجود بالحصالة شو هو؟ اليرمي شو هو؟ يرمي يرمي تالي نفس السؤال على إن أين الي أين الي اصغر ورقة موجودة هون شو هي البيش بيش تالي هون الي ارسندا الي الفرق بين أكبر الي شيء وأصغر الي 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 وأصغر شيء شي يرمي إكسي باش اشتر أون باش تالي تمام؟ طيب نروح على هون عندي هدوني ثلاثة إلايدا و إرهان و جيزيم بدون مصاري مع بعضهم جمعوا إلايدا حطت أون إوتش و حط أون و أه جي أه جيزيم, أه جيزيم حط أون إكيش. قد حطوا كلاتهم مع بعضهم بس بنجمعهم مع بعضهم أون إتش artı 16 artı 12 eşittir. Birer mal birer mal 3, 6, 9, 9, 2, 11, 10, mey bir fok. 1, 1, 2, 2, 1, 3, 3, 1, 4, 41 TL. Tamam. Muruh Ali Bağda. Hon andı e, Serab'ın 15 lirası vardır. Hon andı 15. E, Mahmut'un barası بارس سيرابن بارسندان بس شفنا الدان من الكذا من هذا من دقوز فازلا دقوز فازلا نتبع فازلا ايساء ايكي سنين طوبلا مكاتش لي راسي اول شيء بدا طالع اشقد عند السراب سراب, سراب عند اكتر من من آه عفوا آه سيرابن بارسندان دوقوز دقوز, آه دقوز تالي فازلا ايساء ايكي سنين اه تمام محمود بدي طلع مهموت ايش قد عنده عنده اكثر من سراب بدقوس سراب ايش قد عنده اكثر من بدقوس بزود دقوس ام بيش ودقوس يرمي دورت تمام هاي مصريات مين مصريات محمود تمام هلا بنجمع مصريات محمود مع مصريات لانه هو طالب مني ايش قد عنده اثنيناتهم مع بعض البيرير مع البيرير دقوز والاونار مع الاونار اتش تالي اثنيناتهم مع بعض عندهم اوتوز دقوز هون عندي اعطيني ماركت اغراض شغلات وقايل لي اعمل مساله وحلها بقول ماركت تان من الماركت اشتريت كذا 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 فلان اشترى كذا 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 ايش قد لازم يدفع هاي مختصر القصه كلها راح نكتب كلمة على السريع إذا البروبليم المسألة مثلا نقول ألي ألي ماركتان مار كات ماركتين مثلا نقول اكي شيشة اكي شيشة زيتين يا زيتين يا zezzetun. İki şişe zeytinyağı. Bir torba kis yani kis e, un. Un. E, şu kemen kul bir paket süt. Süt. Bir paket süt. Ulan e, kul kemen bir paket mesela e, şeker bir e, o halde iki paket iki paket iki iki paket şeker ha işte alıgrat kulleyetin hadol Ali tamam şeker e, almıştı almıştır tamam e, toplam كاتش تيلي كم ليرة تمام ادير شقد بدي يدفع كاتش أدير. شوفو هو عندو هو اشترى ايكي شيشي من الزيتينيا الزيتينيا بشقد بيرمي تيلي لوحدي إذا ايكي شارب يرمي ايشتر كرك مو هيك يشتر كرك هذا حق مين حق الزيتينيا وشو اشترى وبير توربا اون بشقد الاون 15. 1 çarpı 15 eşittir 15. Tamam. Uçuş tara bir baket süt. E, süt ve kaç süt bu 4. 1 çarpı 4 eşittir 4. Uçuş tara iki baket hay iki çarpı kaç şeker. 2 baket şeker. Kaç şeker? Kaç hak şeker 7. 2 çarpı 7 eşittir 14. Hala başma. Hadi o kulletin mağbadon. آه آه باش ما نقول مع بعضهم كرك ليرا للزيتين يا اون بيش ليرا للأون للطحين وعندي دورت ليرة آه ل قلنا السوت واخر شيء الشاكير اون دورت ليرة اشتركي سكر نجمع البيرير مع البيرير صفر وبش باش ودورت دقوز دقوز ودورت اون اتش ناخذ الاتش وبنعطي البير للي بعده بيرو دورت بيش بيش وبير اه, آه ما انخربت من هاي جمعناها نحن هاي عالت وبير آه آه يدي تالي تمام ادير بهالطريقة هاي بكون خلص هذا الدرس هلا راح نكون فيديو تاني ان شاء الله عن اسئلة الوحدة ان شاء الله تعالى يكون إحسنتي ان بشيء رايح ربي يحرسكم من ويحفظكم يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله